أكد وزير المالية دكتور نايف الحاج رف خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2018 بأن تواجد الفرق والجهات الحكومية الكويتية للمشاركة في هذه الاجتماعات مهم جدا للاطلاع على تجارب الآخرين في التنمية المستدامة واطلاعهم على تجارب دولة الكويت في هذا الشأن. طبعا تشارك اليوم في اجتماعات المجموعات البنك الدولي السنوية والآي ام اف في اندونيسيا بالي 2018. تحرص الكويت دائما على التواجد وتواجد بفاعلية في مثل هذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات السنوية للاطلاع على تجارب الآخرين وأيضا اطلاع الآخرين على التجارب التي تقوم فيها الكويت. معروف أن البنك الدولي والآي ام اف هذه اجتماعات سنوية تعقد وتغطي عدد كبير من المجالات والمواضيع. نحرص في دولة الكويت من خلال الوفد الكبير اللي يشارك في هذه الاجتماعات ممثل في معالي محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، ممثل بنك الكويت المركزي، وايضا الاخ فاروق بسكي وفريق كبير من الهيئه العامه للاستثمار، الصندوق الكويتي للتنميه مع الاخ عبد الوهاب البدر، ايضا البنوك الكويتيه تشارك ايضا في هذه الاجتماعات. مهم جدا ان يكون هذا الحضور التفاعلي للاطلاع على هذه التجارب.